صباح الخير لكل المشاهدين. قرب العيد مثل ما بقول لاولادي الصبح، بعد في دو جور مدرسه وفي دو جور بعد تفصلنا عن انه نفوت مزبوط بهمروجه العيد وفرحه العيد. ان شاء الله تكون عن جد على الكل حلوه هالمناسبه، ولازم واحد دائما يعمل مجهود حتى لو في معاناه بالبيوت، حتى لو في امراض وهيك وحزن، حدا من هالافراد بالعائله لازم يكون هو هيك البلبل بهالعائله، هو يعمل الجو، هو يعمل الفرحة، فمتكلين على هيدول الأشخاص. تمدوا الطاقة الإيجابية من برنامجنا لتكمل معكم بنهاركم الطويل، وطبعا الشوبينج مستمر عبر 79 100 225 6789. رح باشر باللاوندري بول اللي هي كناية عن طابة، رح تغنيكم عن كل أنواع مساحيق الغسيل. ليش؟ لأنه الابتكار والتصميم يلي قاموا فيها بأمريكا لا ينفذوا هيدي الطابة بمحتويها، رح نقدر نحطها داخل جرن الغسيل مع غسيلات، وهي قادرة تنظفهم وتزيل عنهم الروائح، شوائب وحتى الأوساخ. وبالتالي ما نكون بحاجة بقى تحطوا لا صابون غسيل ولا ملين للغسيل ولا حتى معقم، كفيلة انها تقوم بها الثلاث وظائف، تاركة قساطر الغسيل نظيفة وتاركة المية اللي عم تنزل بالأرض كمان خالية من الصابون. فعلى المدى البعيد عم نكون عم نحافظ على البيئة، على المدى الكتير كتير قريب بنكون عم نحافظ على مصرياتنا، لأنه بتقدر تكفينا 365 غسلة. وكأنكم إذا بدكم تعملوها عملية حسابية بتغسلوا بس مرة بالنهار بتكونوا عم بتوفروا 365 مرة من الغسيل. كما أن سألحة لكل الناس يلي بتعاني من حساسية على مواد التنظيف وتحديدا على مساحيق الغسيل، فكمان هي كفيلة أنها تكون مناسبة لإلهم. منا بحاجة لحرارة، يعني الغسيل ما ضروري يغلي حتى تقوم بتنظيفه. منكم بحاجة بقى برنامج تشطيف الغسيل لانه اصلا ما في صابون، وبالتالي غسيلاتنا دائما نضاف، دائما معقمين، ما عليهم رواسب من مساحيق الغسيل وبقع بيضة وريحتهم حلوه، لانه في ناس اوقات تنزعج من نوع معين من الغسيل، خاصه الاولاد، وفي بعض الحالات يعني بيوصفوا له نوع معين من دواء الغسيل، فهون فيهم يستفيدوا من هاللاوندري بول يلي هي FDA approved ومصنعه بامريكا. اليوم موجوده من خلال بوتيك بسعر جدا جدا قليل، فاتصلوا فينا واحصلوا عليها دائما عبر 79 100 225 6789. بنتقل لارجيكا، وهي شركه قادره تامنكم على بيوتكم كل شيء بتعوزوه من محارم ورقيه، محارم مناشف، وحتى صابون لليدين وللاستهلاك ان كان بالحمام او حتى بالمطبخ. اليوم بواسطه الافكار الحلوه عند ارجيكا، اي يعني صار فيني يكون عندي ديسبانسرز للوراق للصابون وبشكلين مختلفين لهالمحارم الورقيه، صرنا فينا نحن نفوت مفهوم هيدا النظافه اللي بنشوفها بالاوتيلات وبالمطاعم عندنا كمان على البيت. فمنه بكون عم امن نظافه داخل مطبخي، ما بكون عم بستعمل الفوط من المجلى على الايدين على المسح الطاوله وغيرها، بكون عم بستعمل الفوط المنشفه يلي موجودين من قبل ارجيكا، وكميتهم عم تكون كثير كثير كبيره وما بياخذوا محل لانه معمولين مكبوسين بشكل معين. كمان الورقه كفيله انها تمسح لك قديش سميكه، وكمان اذا عندي مي كثير يعني بتروح مع المواد العضويه وبتذوب ذوبان بالمي. فهيدا بالنسبه لنوعيه المحارم. كرمال الديسبانسرز عم بيكون صار إلي محل انه دايما تكون على متناول الايد الورقه والصابون، فهيدي كمان شغله جديده تكون موجوده عندنا بمطبخنا. اما للناس اللي بتحب الرولو فيهم كمان يحصلوا على هيدا الشكل للاوراق كمان الاستهلاكه داخل المطبخ اكثر شيء. اذا بنشوف المقارنه بين نوعيه الرولو الموجوده بالسوق ومن عند ارجيكا، بتشوفوا بالسوق بنشتريهم رقاق، ليكو كيف بيتخزقوا وفيهم فراغات وهواء. هيدي الرولو بتساوي تقريبا قد اثنين بس او اكثر كمان، شوفوا كيف مكدوسه ونوعيتها سبق وشفتوها. فاليوم لتكونوا عم بتضبوا المحارم المستهلكه ببيوتكم، ما بدكم بقى محل، لتوفروا على حالكم كمان عم بيودوا لكم اياهم على بيوتكم ارجيكا حتى الريفلز، وبيبقى الخيار بنوع الديسبانسرز ان كان ستينلس ستيل او حتى بلاستيك شفاف او بلاستيك مقوى. مع كل جام عم بيكون في جالون من الصابون يلي كمان مزود بمواد
طريه لليدين. عم بيكون في اكياس لفرز النفايات بثلاث الوان مختلفه، وهيدا شيء كمان بينفردوا فيهم ارجيكا. نفس الموضوع بينطبق على الحمام يلي كمان صار ضروري خاصه بمواسم الرشح. الورقه يلي هي فوطه ورقيه لكل شخص لاستهلاك لتمسيح الوجه لليدين لازاله المكياج، فعلا يعني فكرتها كثير حلوه خاصه انه ما عم تنقل لي بقى بكتيريا. فاذا هيدي هي اللي هون، وتغسل وجه الصبح بسحب ورقه وبمسح وجه، بتقدر تلقط المي، وهيدي كمان عادي اول شيء علينا صحيه اكثر، وبنخفف شوي من غسيل المناشف والرطوبه يلي بتكون كمان بتاخده مع الدسبنسر يلي هي لاوراق الحمام يلي كمان كميتهم مكبوسه بشكل انكم ضاين لعندكم وقت طويل وعم بتشوفوا الدسبنسرز. بيبقى ارقام ار جي كا يلي عم بتشوفوها على الشاشه، اول مره بتختاروا الباكج كامل، بعدين بصير يطلع لكم ريفلز بمجرد اتصالاتكم بار جي كا، وهن حاضر حتى يلبوا طلباتكم وين ما كنتوا بلبنان بكميات المحارم والورق والصابون واكياس النفايات لعندكم على البيت. بنتي لعند انزو يلي كمان بجام رائعه للسيدات وحتى للرجال يلي بهمهم العنايه بشعرهم. اول علاج للشعر هو الجام يلي مؤلف من الارجن اويل، وتحديدا عم نحكي عن الشامبوان غسول الشعر منظف الشعر، الماسك يلي بيرطب الشعر بيطر الشعر وبيعدله الحيويه تبعه وبيعطيه كل الغذاء اللي ناقصه من جراء التلف، خاصة عم نحكي عن الارجن اويل البيور 100% الموجود بقلبه، عم نحكي عن مواد طبيعية قادرة فعلا تغلف الشعرة وتعدلها حياتها. السيروم يلي رح يقدر يلحم الاطراف من بعد ما تكونوا تحممتوا نظفتوا شعراتكم بالغسول عملتوا الماسك وحطيتوا على طرف هيدا الشعر السيروم، الشعرة كلها عم تتغذى من اولها لاخرها. بعد البراشنج بننصحكم تستعملوا رشة من الانزو شاين حتى يعطينا هيك لمعة حلوة على الشعر يخفف من قساوة السبراي والبراشنج القاسي، فهيدي مجموعة كتير حلوة ندعيكم تختاروها اولا لانه ارخص من ما موجودة بسالون كماريشا، علما انه هون عم نحكي شاين قيمته 30 دولار انتم ما عم تدفعوا حقها، المجموعة كلها عم بتكون ب 50 دولار من خلال لابوتيك، والهدية كمان كوبون بقيمة 80 دولار من عند كمان ريشا بالسالون بالرابيه لتتوجه السيده تعمل لون كولر يعني او حتى يعني الكولر مع البانديل مع البراشنج فور فري بمجرد انها تشتري اي شيء من عند انزو. هيدا ايضا بينطبق على الباكج اللي هو الكرام للناس اللي كثير بتساوي شعرها، للناس اللي كثير بتتعرض لمواد من صبغه من كريستال من كيراتين وغيرها، فهون عم تقدر تشتغل هيدي الجام انها تطول حياه الصبغه، انها تطول حياه التكنيك يلي انعملت، وكمان انها تحمي الشعر وتسمح لهيدا الشعر فعلا انه يطول. اليوم هيدي الجام وقت بتستخدموها رح يطول شعرنا 3 سنتيمتر ونص، على شرط تكون عم بتحمم بشامبوان يلي مزود بالجنجر والمواد الثانيه يلي بترغي مزبوط بتنظف مزبوط بتطول الشعر بلا ما تاكل من الصبغه ومن التكنيك يلي انعملت. من بعدها بكون عم بستخدم الماسك يلي هو قادر يطول الشعر لانه عم بغذي الشعره كلها كامله من فوق لتحت. بعدين ثالث خطوة اللي احنا عملها هي الليف آن يلي بنرش على الشعر وقتها بدنا نمشط شعراتنا بنرش منه وهو لحاله بطير من الشعر مجرد انه يتسلك الشعر ويتمشط، وهيدي طريقة بتسمح لشعري ما يتقطع من تحت مطرح ما بتعلي اكتر شيء الفرشاية. من بعدها بكون عم حط السيروم على الاطراف عم نعم هالاطراف عم بلحمها ان كان على المي وحتى اذا عزت بعد البراشين كمان حط على الناشف، هيدا الشيء كمان بيأمن لي صحة اكتر لشعراتي. موجودة المجموعة من خلال لابوتيك فقط ب 60 دولار، والهديه من عند انزو وتحديدا من عند كماريشا بالسالون بالرابيه، موجودين كل الشباب المتخصصين بهذا المجال حتى يعلموكم اكثر عن هدول البرودكتس وكيفيه استخدامهم، ويقدم لكم كمان هديه وهي كنايه عن صبغه بانجيل وبراشنج فور فري، فلحقوا حجوزاتكم واتصلوا لا تحصلوا على هداياكم من هيدا الباكج. بننتقل للاكسسوارز يلي هن الكترونكس كمان من انزو، دائما عم نحكي عن كفاله من كماريشا، دايما عم نحكي كادو من قبل كماريشا، وعم نحكي عن اوب دي جام بموضوع كل شيء اسمه الكترونيك خاص بالشعر. الفاري اللي موجود هو حقق اعلى نسبه مبيعات بلا بوتيك هون من عندي من هيدا البرنامج، وهيدا يعني شيء كثير بيبسطنا
هو الفار خفيف الوزن، البلاكات سيراميك تبعيته عريضة، فبالتالي عم نحكي عن فار بيقدر يلقط الشعر كامل حتى لو كان سميك وطويل. وقت نكون عم نحكي عن البلاكات المعمولة من التايتانيوم بنكون عم نعني انه هالبلاكات ما بتنشف الشعر وانما بتعطيني لمعة على الشعر هي وعم تعمل لي البراشنج. الحرارة اللي بقدر اتحكم فيها كمان مناسبة لكافة انواع الشعر، شريط الترمالاين يعني اللي بيبرم بلا ما يلوفك والطويل، بكون عندي بروفيسيونال فار بيتي بسعر جدا قليل $75 لقطعة مكفولة من انزو وهدية اغلى منها، يعني اليوم ب $75 مقابلهم في $80 كادو لألكن، فلحقوا حالكن. بنتقل للفاريا اللي هو كيرلر كمان بروفيسيونال، ليش؟ لانه البوس تبعه طويل معمول كمان من التايتانيوم. عم نحكي عن الحرارة يلي بنقدر نتحكم فيها لحسب نوع الشعر، عن الزر او الكبسة يلي بنكبسها حتى تفك الايد وتبرم الشعر، عنا شريط ترمالاين وطويل، اداء وفعالية بروفيسيونال، صارت عندكم بالبيت بقيمة $50 بس. وقت بتشتروها او بتشتروا اي شيء من انزو فيكم تتوجهوا مباشرة عند كماريشا على الرابي، تعملوا كولر وتعملوا براشنج وتعملوا باندجيل، خدوا معكم الاكسسوارز والشامبو تبعكم حتى يعلمكم اكثر عن كيفية استخدامه، فكمان عم بيكون عندكم حصة تعليمية من قبل المتخصصين بالسالو. الفاريا اللي هو لحاله بيعمل لي شعراتي كيرلي، لحاله بيعمل لي شعراتي ويفي، بمجرد انه اتحكم بالازرار واطلب منه يعمل لي الشعر بارم لجوا او بارم لبرا، وطريقته كتير سهلة، خاصة بفيد الناس اللي شعرها كتير قصير او شعرها كتير خفيف وبهمها يكون عندها فوليوم من فوق من الرسين، لانه بيسحب الشعر لحالها وبيعطيني البرمة من جذور الشعر لحتى اطرافها بخمس ثواني بس. فهون كمان عم نحكي عن تقنية جدا جديدة وسهلة بالاستخدام ومضمونة. التب الوحيد انه دايما الراس الاسود لازم يكون مواجه للشعرات، والبومبيل بولي الكبيرة لازم تكون لفوق، يعني بنعتبر الشعر هون هيك لازم نفوتهم، وقتها بتسكروها هي بتبرمها لحالها على البكرة الموجودة جوا، وبترجع بتعطيني كل خصلة بخصلتها بعد خمس ثواني، فأسرع براشنج ممكن تعملوه الصبح من خلال انزو. كمان ما تنسوا في استشارات بموديلاتهم المختلفة والجام جدا واسع، عم نرجع بحلقات لاحقة منطلع عليهم. كل شيء عم بتشوفوه من خلال البوتيك بيوصل لعندكم عبر 979-225-6789، فكتفوا اتصالاتكم واطلبوا اغراضكم حتى يوصلوا قبل العيد فعلا، لتكونوا هيك اخذتوا اغراضكم وهدايتكم من خلال البوتيك. هذا الشيء ايضا بينطبق على باكجز رح نتعرف عليهم مع نونا باز يلي دايما مشرفتنا بالستوديو حتى تخبرنا عن يعني اهم التقنيات، ان كان بموضوع التنحيف او حتى معالجة البشرة، وما بدنا ننسى اليوم التاتو. فلعندك نونا، اهلا وسهلا فيك. هاي بلانش، كيفك اليوم؟ الحمد لله منورة. نونا لابقة كتير مع اليوم مع التاتش الحمراء بالتيب وهيك وراك الديكور كتير حلو، اهلا وسهلا فيك. نونا اليوم وقت نكون عم نحكي عن دارما بيوتي سنتر بنكون عم نحكي عن شيء كتير بروفيسيونال، عن راحة للسيدة ونتيجة، يعني الناس بتطلب كتير نتيجة. الباكج اللي عم نشوفه نونا بفرفح القلب، يعني إذا بيعرف واحد الموضوع من عنوانه دايما مثل ما بيقولوا حلوة كادو كتير لائقة، وممكن واحد يكون تعرف عدنا مشاريع اول السنة بدي اعمل دايت، اول السنة فيها تكون اول السنة بلش اهتم بحالي، مزبوط؟ خبرينا عن السيرفيسز اللي بتقدميها نونا بما يختص المرأة. صحيح، حنبلش نحكي عن كافيتيشن التراسوني. هو الموضوع انه بتشتغل على الالتراساوند، نعم، وكل هالامواج فوق الصوتيه بتخرق جدار الخليه الدهنيه بتحولها لسائل، وهالسائل يلي هن الدهون يلي عم ينزلوا يتفتتوا بينزلوا بالطرق الطبيعيه. اوكي، مشان هيك بتشوفي هون كيف الانسان ممكن السيده ممكن تضعف. اوكي، هلا كل شيء دهون متراكمه على سطح الجلد مثل السيلوليت او البودوراج كلهم بيبقوا كبسين على الدم، يعني صح، على الدوره الدمويه، مش هيك بيعملوا اوجاع كمان، مش هيك بيعملوا اوجاع وبتلاقيهم مكبتنين. عندنا ال بي جي يلي هي الاندرمولوجي بتمشي الدوره الدمويه والدوره اللمفاويه، ومشان هيك هالدهون نحن بنكون ذوبناها من كافيتيشن بتصير تمشي بطريقه كثير سريعه. أوكي، وما بعد بقى في شيء عائق قدامها. هيدي يعني اجدد تقنيه هلا الكريولي بوليزيز هي اللي بتشتغل على
تجميل وتفريز الخلية الدهنية، ولما بتتفرز هالدهون بتتملص يعني بصير الزم، وساعتها بتروح بالسيستم لنفاتيك يعني بتلاقيها اختفت. وبعد شهر شفتي هون البطن او الاوراق اي مطرح كان كيف بيروحوا بدوبه. التتواج يعني اشهر من ان تعرفي بموضوع التقنيه العاليه والناتشورال يلي عم تاخذ نتيجه عن جد عندك نونا، خبرينا كمان عن هذا الموضوع. التاتو مثل ما بتعرفي هلا دارج شعره شعره، فعلا الحمد لله يعني كثير عم نتميز فيها لانه شعره منا واقفه عم نرسمها، عم نرسمها شعره نايمه بقلب شعراتنا، مشان هيك عم تعطي هاللوك الطبيعي صح بالوان مختلفه، كل واحد حسب عينه حسب لون شعره. اكيد ما بنحط كل اللون، وزيت الوقت ما نجرب انه ما يضرب على رمادي، وكل وحده نعطيها اللون يلي هي مناسبة. اليوم الباكج كمان تبع التتواج بضم التصحيح يعني اكيد صحيح، ويعني في كثير عالم عم نشتغل على التصحيح اكثر من انه ناس عم يجوا من الاول مره صح. بقى منشان هيك ان كان للشفاف لما يكونوا ميلين على ازرق او رمادي عم نوصل لنتيجه الحمد لله انه ترضي السيده. وكمان الايلاينر ما لازم ننسى. جريت، عم نشوف هلا مجموعه من الماسكات يلي حلو كمان السيد ترتاح وقتها تكون عم تعمل ماسكات لوجهها وتعطيها نتيجه مباشره صح طبيعي. يعني بتفل البشره عندها منوره، احلى هديه هلا بيقدروا يهدوا بعضهم فيها هي التريتمنت سكين كير. يعني بتختلف من نوع الجلده، عنا هون عم نحكي بكافيار، الكافيار بنعرف انه بشد الجلد وبيبين، والدايموند يلي كثير هلا من بودره الالماس وكمان من بودره الذهب كمان هو اللي بجددوا الخلايا وبيمنعوا تاكسد البشره. فالهديه عم تكون جدا مميزه نونا باز اللي كمان خصت لبوتيك باسعار رائعه يعني افوردبل للجميع، مين ما كان في يجي يعني يتصل وياخذ هيدا الباكج من 50 60 دولار ولل 150 يمكن ما لقيت شيء انا كثير غالي. حلو بس التاتو شوي تاتو يعني نتفي لانه يعني في تصحيح، بعدين في تصحيح يعني عندك مرتين وثلاثه بس غالي الموقع. بعدنا تحت يعني بال 500 دولار عم تحكي يعني 600 يعني بس مش 1000 1200 في ناس بتاخذ كثير يعني لا صحيح صح يعني هون بعدنا ضمن النورم لكل الناس تقدر تستفيد. فاتصلوا واحصلوا واحجزوا اذا بدكم لكل السنه بهيدي الاسعار من عند نونا باز. انا بدي اتشكرك واهلا وسهلا فيك نونا بو ويك اند. شكرا. خلينا ننتقل مشاهدينا لنحكي عن زيت الارغان يلي كمان مين ما كان فيكون عنده هيدا الزيت يلي هو طبيعي يلي هو يسمى بالسائل الذهب المفيد للبشره المفيد للرجال والنساء، ويلي بيعالج ايضا البشره من كل شوائبها. فاذا كانت البشره الدهنيه رح يرجع لها البي اش تبعها معتدل، اذا كانت البشره ناشفه ايضا رح يشتغل على البشره انها تصير معتدله. فهون التصحيح عم بيكون بطريقه ناتشورال، علما انه زيت الارغان بينوضع حول العينين، فبالتالي الفوائد تبعه رح كمان تكون للعيون للانتفاخ للاسوداد لشد منطقه العين اللي اول شيء بتترهل، وكمان لشد البشره كامله من الوجه للجسم للصدر. يعني فينا بكميه الكبيره يلي موجوده اليوم بلابوتيك بالقنينه يلي هي 100 ملي نتكارى مع حالنا ونمد زيت الارغان ونرتاح بفعاليته. مزبوط اسمه زيت وانما هو زيت ناشف، ما ببرقح على الجسم ما ببرقح على اليدين، بالعكس دغري بتتشربوا البشره ان كنا عم نستعمله على ايدينا، دغري بتتشربوا الشعر اذا عم نستخدمه كعلاج وماسكات لشعرنا، وهذا الشيء بينطبق على الوجه. وافضل طريقه تقفروه وتحطوه تحت المكياج وشوفوا كيف حتى اذا كان المكياج مزيت ما بقى بدبق وبتحسوه هيك عمل اكلا رائع على الوجه. بننصحكم فيه بننصحكم فيه حتى الى جانب كريماتكم المعتاده تضيفوا نقطه منه على حيالله كريم وتاخذوا فوائده الطبيعيه، علما انه هو خام يعني مستورد مباشره لهون بنوعيته 100% ناتشورال.
$59 سعره، ودائما عبر 79-125-6789 فيكم تتصلوا فينا وتحصلوا على اغراضكم. ما تنسوا مشاهدينا www.laboutiqueshoppingtv.com يلي بواسطه كمان هيدا العنوان تقدروا تتسوقوا عبر الانترنت وتوصل اغراضكم مثل ما بتشوفوها هون معي على الهواء. رح ننتقل لمجموعه ماستر شيف، واليوم بشرفنا مستر بشاره يلي موجود معي حتى يخبرنا اكثر عن هيدول البرودكتس وكيفيه استخدامهم واستهلاكهم. هلا بكون ردي معنا لنحكي عن الراكلات ونحكي عن الباربيكيو مثل ما انا سميته 2-in-1 عند مسيو بشاره. اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ يلا جاي لعندك لنحكي بالتفصيل عن البرودكتس يلي معنا، تفضل باي قطعه على بالك نبلش؟ انا اول شيء باربيكيو. اوكي مزبوط سميته انا باربيكيو. ايه في 10 سياخ. اوكي وال10 سياخ بيبرموا على الكهرباء، ما في داعي تبرمجهم ابدا. اوكي وعندنا ريزيستانس بشوي اللحمه. بتلقط يعني اللحمه بتلقط الحراره من الريزيستانس. من الريزيستانس. اوكي والزيوت بتنزل تحت مش على اربع ريزيستانس، 1 2 3 4 لتعطينا حراره متساويه، يعني اللحمه اذا كانت بالاول او بالاخر بتطلع نفس التحمير ونفس الاستواء. وهون هي لحالها عم تبرم وعم تاخذ الحراره من كل الجهات، صح؟ مزبوط. اوكي بنزيد عليها انه هودي جوارير فينا تسحبها مهضومه. ايه. وكل الفات بينزل لتحت. اوكي كل الدهون بتنزل. هلا وكلهم بيبرموا. هيدي بتبرم يمكن لنحط عليها فينا نحط عليها والسوسيسون، صح؟ فينا نحط عليها المقانق مثلا. اوكي وهيك بصيروا يتقلبوا على مهلهم، ما بيحترقوا يعني؟ اكيد لا، ما في شيء بيحترق من جهه واحده، ما في شيء. بتاخذي افضل طريقه شوي. اوكي والمقانق كمان كله. واذا حبينا نستغني عن القطعه المبرومه فينا نسحبها ويصير عند الشيش. مزبوط صح؟ مزبوط. اوكي بالاضافه نحن عم نشوي هون اللحمه، فينا نحطها على ثاني ميله هيك. اوكي ونحط عليها كل شيء، بدنا نشوي خضره، بدنا نشوي ستيك دجاج، بدنا نشوي ستيك اللي بدنا اياه فينا نشوي. اوكي هيدي ما بتلزق القطعه الفوقانيه، ما بتلزق دايره. هلا معموله من التفلون بعد ما دورنا. اوكي معموله اول شيء هي فون معموله من التفلون، ما دورتها لان سريعه دغري بتحمر. مزبوط. وبعد ما فينا نمسكها هي اول من هون للشوي، وكل الفات بتجمع هون وبينزل، بينزل من هون بقلب هالعلبه اللي هيدي اللي هون. ليك في إلا هالعلبه هيدي في قلم هيدا، يعني اشياء كثير تفاصيل دقيقه وبتشرف عليهم بتخيل استاذ بشاره قبل ما تجيب البروتين. اوكي وبس نخلص الشوي. اذا بدنا نعمل كريب، بدنا نعمل حيلا انواع حلو، هي زي ما بنعمل الحلو، بدنا نعمل مناقيش، بدنا حيلا شيء بدنا نعمله، لانه صارت هون هلا بليت. اوكي فينا نستعملها للشوي كثير حلو، حتى اذا قلينا بيض ممكن نقلها. كل شيء فينا نعمل عليها اكثر من 2-in-1 يعني، انا شايفتها صح. 2-in-1 هي 2 بواحد. طب ايه طيب خلينا نبرم على وقت شوي كمان. نحن اول شيء حندورها هلا يلا وحنفوت هودي. اوكي فاذا جرور بجرور، وحتى فينا نقدم بالجرور اللحمه مهضومه. مزبوط. اوكي بدك تتركها هيك مسطحه اليوم؟ خلينا نحطها على الشوي ليبين التضليع. ليبين التضليع. وحنستعمل الدجاج. اوكي حنشوف كيف بيطلع الدجاج، وحنستعمل اللحمه. اها هلا بعد شوي نرجع لها. ليكو شكلها كانه شوي هيك بومبي، فما بيفوت الزوم على بعضه. لا هي بومبي حتى ينزل كل الفات. ايه يعني ما بيجي زوم الدجاج على زوم اللحمه، بينزل بالكونتور هون. اوكي بيجي بينزل كله بالفرق. كله على الفروات، وهيدا عم بيها شويه مي حتى ما يلزق الفات بقلبه. اوكي فهول تبس كثير صغار، يعني قدرنا نعمل لحمه مشويه على السيخ، يعني اللي بيعزبونا بالبيت واحد بده لحمه واحد بده دجاج، هيها هي كل واحد يجيب لحمته وبعدها بتسع كميه كثير كبيره، يعني انه اذا كانوا 10 اشخاص فيهم يقعدوا على الطاوله وياكلوا. حلوه عن جد فكرتها لذيذه، وبنص الطاوله مش غلط يعني نكون على حلوه فيك تستعمليها على الطاوله، يعني ليله العيد اذا كان في شتاء يمكن برا ما بدنا نشوي فيها تكون جوا. وبعدين بغير اسرع من الفحمه، يعني ما تقارني. اول شيء مصروفها كثير قليل لانه هي 1600 واط. 1600 واط يعني بتصرف بالساعه تقريبا شي 88 ليره لبناني بس. اذا بتشتري انت 2 كيلو فحم لتشوي اغلب كثير، بدك 10000 ليره يعني. لا انا هيدا يعني اذا اخذتها بتكون دائما عندي على بالبيت يعني فوق على المجلس. وبس تجربيها انت حتحكي عنها، انت شو حتلاقي حتحكي. انا بعدني عايشه على الجريل من سنه ال 2000 بعدنا بنعمل كراب يعني. هي زيتها بس تطورت هيدي، تخيل 15 سنه بعد الجريل ماستر شيف مثل كانه اليوم اشتريتها. هي زيتها مني لك اليوم. زدنا عليها شو حلو. لا حبيتها هيك، الاولاد بده برجر بده مشوي بده كفته، بحبها على السيخ بحبها
ايه اللي بده شو بده؟ كبروا اولادك ما بقى يعانوا منها، انا بعدني عم نقبل الموضوع. هيدي هي الحل لكل افراد العائله فعلا، انه يقدروا يتذوقوا طعام طيب على مكنه هافي ديوتي من ماستر شيف مكفوله بعدكم كفلتكم سنتين. سنتين كله على طول سنتين. ومعها كادو؟ ومعها كادو هي مكان بوب كورن ميكر. اوكي. هي على عيد الكريسماس وراس السنه. اوكي، فاذا كادو كثير مهضوم كمان، وفينا نفصلن عن بعضهم، هي نهديها لحدا وهي نهديها لحدا. اكيد. انا عم بحكي بس على بالي شوف اللحمه اذا دجا بلشت تلقط بعد. هلا بنرجع لها بعد شوي. اوكي بنرجع لها، يعني هل انت مقويه لتقدر تشتغل؟ قوي. ايه انت ابرم انا من هون. هلا قويناها. اوكي هلا على الهاي. طيب يلا كسفوا اتصالاتكم، 175 دولار مكفوله سنتين، وما رح تعوزوا الكفاله بتخيل مع ماستر شيف ولا مره بنعوز. بس كل الزباين بتعرف انه ما حصل. صح صح. وفي حال عزتها نحن حاضرين. اوكي خبرنا عن الراكلات محبوبه الجماهير. اول شيء راكلات موديل جديد معموله قسمين، قسم من الفون بنستعملها كمان للشوي، ومن تين ميل بنستعملها للبانكيك للكريب للاشياء هيدي. هي اوكي هيدي الفون. وهلا في طريقه في طريقه جديده للشوي، هي الشوي على الجرانيت، والقسم الثاني هو على الجرانيت للشوي. بتشوي عليها اللحمه الدجاج اللي بدك، كل شيء بدك تشوي على الفون. يعني طريقه هيك رفينه بالقعده صح. بعدين في الريزيستانس معمول لحتى يستوعب كل هالاريا هيدي، يعطيكي نفس الحراره وين ما كان. طيب هلا نحن حنحط جبنه بهالثمان. اول شيء هي الثمان اشخاص. اوكي عنا الصواني. هي فيها ثمان صواني، يعني في على الطاوله اذا كان في ثمان اشخاص فيهم يستفيدوا من الركله. كل واحد عنده صينيته الخاصه رح يحط عليها الشيء اللي بحبه. رح نحط الركلات هلا. رح تحط جبنه دغري عليها؟ اه جبنه هون. بلا خبز؟ انه ما بتلزق قصدي. لا هلا هو افضل بخبز. ايه. بس نحن ما عملنا حسابنا اليوم. بس مش لازم تلزق لانه انتم المواد المصنعه منها يعني هي من التفلون يعني. ايه. اوكي فاذا رح نحط هيك فيهم، هن اكيد الناس اللي بتعرف بالراكلات بنحط، فينا نحط البطاطا مع الجبنه، فينا نحط الخبز، فينا نحط الهام، اي شيء السوسج اللي بدك اياه فيك تحطي. صح. هلا وبتلقط الحراره من تحت وبتلقط الحراره على الجرانيت والفرن. مزبوط هذا الجرانيت فينا نثبته. هلا حنحط عليه كمان لحمه ودجاج. ايه وهيدي اول شيء لثمان اشخاص معموله من ستانلس ستيل، والجرانيت والفون هو بدها 1500 واط. اوكي فيك تعدي الحراره اللي بدك اياها انه بس يستووا وما حدا عم بياكل، فيك تخفف الحراره. طب ما يحترق. عندنا بسويتش هون فينا نخفف الحراره ونقويها. هيدي ميزه بتخيل لانه مش كله. لا مش كله مش كله في في اون اوف. يلا رح يحترقوا ياكلوا بسرعه. اكيد اذا استويت اللحمه او الدجاج. ايه. على كل حال لذيذه قعدتها، انا بحب قعده الراكلات يعني بتجمع وحلوه قعدتها بالطول. وخاصه على عيد. على عيد بالطول مش مثل شيء ثاني بيجي الاكل وبطير. طيب رح نحط فوق شو بدك تستخدم؟ حنحط ماتشيك للدجاج؟ حنحط اثنين. يلا. اوكي. حنحط الدجاج هون. وحنحط طيب. الدجاج هون. اوكي دخل. هلا انا رح اتركك لانه في بريك، بس قبل البريك احمد يفتكرونا زعبرنا، في ناس بعد بتشك. يلا شو بدي اعمل؟ هيدي نحن صرنا شي دقيقتين ثلاثة. ايه بدي ابرمهم والبريك تبعنا طويل يعني خمس دقائق، فبتخيل بهالوقت بتكونوا يمكن الاشياء صارت جاهزة ليكل الدجاج مقلز وجوا المشاوي عم تنشوي، الراكلات جاهزة كمان مثل ما عم بفرجينا استاذ بشارة على الجهتين لناخذ مذاقين مختلفين. مزبوط. بريك ما تروحوا لمحل وبنرجع لنكمل بنتائج الماستر شيف الراكلات اللي معها كمان كادو، بنحكي بعد الاعلان. قبل الاعلان كنا جهزنا الباربيكيو وجهزنا الراكلات مع مسيو بشارة، عم نشوف مسيو بشارة النتائج يعني لايف. ايه كثير سريعه، في اطيب من هيك؟ اوقات تعمل ستيك بالماء اللي بتصير تبق مي وتكبلها زوميتها بعدين بتصير مثل الفلينه ما بقى بتتاكل. هون الطراوه شغله اساسيه بهيدا الموضوع صح؟ اوكي وهذا الهوت دوغ كمان زدنا، وما تنسوا الشاش اللي تحت عم يبرموا على مهلهم ليعطوني التراوي اللي بحاجه لها الاكل ليطلع ناجح بالنتيجه. مزبوط. الحريق ما بيطعمه يعني منه طيب بيطلع شوي. مزبوط صح. هلا هذا المحروق هون كيف بننظفه؟ كثير هوين بس نخلص. اوكي حال ما يعني هون اكثر شيء منشفه. ما في احلى من هيك، بتشيلوا تركون شوي يحترقوا زياده ما تخافوا، بس بنحميها وبننظفها بكلينكس بتصير نظيفه. تنضاف وبنغسلها. آه عادي ما لي قالب زيح من حدك. رح نشوف الراكلات كمان طبعا الفونت لانه عم نحكي عن نكهتين. اه هيدي الجبنه هلا الراكلات بلشت الجبنه تعمل. آه عم نشوف مثل ما عم نشوف. لك ما لزقت؟ لا ما بتلزق. واو اوكي. طبعا الفونت اسرع من الجرانيت بس كل وحده هلا نحن صرنا لك ما احلى.
انت كمان مسمكن يعني اجمالا للراكلات بعنوان ايت سيجاره بس ما بتتاكل. لا لا فرج زمر طريقه الشاور مزبوطة. لا هيدي رائعه واكيد الراكلات خلاص كلها تقريبا بتعرف شو عبالي صار جاهزه للاكل الراكلات لحتى هيدي انا قصدا هون رح احرقها فيكي ايه بدي احرقها الجبنه لبعد شوي وقت ارجع لك تفرجينا كيف لو احترقت الجبنه عليها كيف بنحمل فونت وبنضفها بكلينكس بس رائعه. طيب مع الراكلات عم بيكون في كادو ميكسر كمان مكفول سنتين اكيد وهيدا مكفول سنتين ضروري هو الماست هاف هلا بالشتوية وهيدا نمبر 1 يمكن هلا اكيد بلبنان ايه التوب اليوم توب مع الكادو. استاذ بشاره رح ارجع لك بعد شوي لنشوف النتائج. اهلا وسهلا فيك. ميرسي الك. رح ننتقل مشاهدينا لنشوف فيديو بعرفنا عن البوبلينج وكيفيه تنظيف البشره بوسيله جدا سهله وعمليه ومتطوره وكثير فاشن. شوفوا معي فيديو بعرفنا عن هيدي البوبلينج يلي مزوده بالمايكروفايبر لتنظيف البشره عن عمق ومنتابع. مثل ما اسمها بدل سانيكور كلينزر من بابلينج يعني بواسطه هالشعيرات الرفيعه قادرين يخترقوا مسام البشره ينظفوا لنا بشرتنا من عمق وهيدي الغايه من تنظيف البشره دائما. بشرتي والمسام كلها لازم تنظف من جوا حتى لي ما تسكر على ترسبات ناتجه من البوليسيون ناتجه من مكياج قديم او حتى من زيوت سكرت عليها البشره وعملت لي حبوب سوداء رؤوس سوداء وحب يمكن ملتهبين اوقات بيكونوا لانه البشره مش نظيفه. لازم ننظف بشرتي كل يوم الصبح ومساء وهيدي اول شيء طريقه بتشجعنا ننظف وجهنا لانه رح تغنج لنا الوجه رح تعمل لنا مساج ورح ترغي اكثر واكثر الفوم يلي استخدمته او حتى اذا مرقت انا على سوب بار كمان رح تقدر تعطيني النتيجه المطلوبه. استخدموها حول العينين منه بنكون عم ننظف اثار الماسكارا والميك اب ومن جهه ثانيه بنكون عم نشتغل على الدوره الدمويه. موجود البابلينج من خلال بوتيك باربع الوان مختلفه واربع الوان فيهم يكونوا كمان مميزين عنا كهدايا خلال فتره الاعياد. عم نشوف المشاهد يلي بتفرجينا بيفور اند افتر من استخدامنا للبوبلينج وهون الاكسبيرينس بتبين قديش فعاليتها احلى وافضل من اليد على بشره او قشره الليمون يلي هي شبيهه ببشرتنا. اتصلوا فينا على 9700225789 واحصلوا على البابلينج وهديه بتعرفوا عنا اكثر تحت الهواء. رح ننتقل لعند سبتلانا يلي موجوده معي حتى تخبرنا عن الاف اي جي. اهلا وسهلا فيك سبتلانا. هلو كيفك؟ رح نشوف فيديو انا وياك وبنرجع بنخبر اكثر على الاف اي جي. فيديو look amazing. Is that dress new? Can I get you a drink? Should we hit the dance floor? You got that something. I know you want more. So let's go. We know. يعني واضحة زبتلانا بالفيديو قديش نتائج الرموش والحواجب تعبوا والرموش طولوا وصاروا سماك اكثر باستخدام الاف اي جي. خبرينا اكثر عنه وانت اكيد بتستعمليه اكيد. خبرينا اكثر عن الاف اي جي وكيفيه استخدامه. الاف اي جي هو البرودوي للرموش وللحواجب. للرموش بنحط يوميا كل يوم افضل يكون من بعد ما نغسل وجهنا يكون بشرتنا نظيفه. اوكي. بنحط كثير ايزي تو يوز مثل ال ابلكيشن. اوكي فاذا هو مثل الايلاينر يعني راسه كثير رفيع بتنحط على كعب بسله الرمش. اوكي قدرنا ناخذ الطريقه. خلينا نرجع نعملها مره بس قدام الكاميرا زبتلانا لا يعرفوا عن جد قد سهل انه ما بتشوت وما بتفوت بالعين وما بتدمع. واذا فتت هي 100% ناتورال واذا فتت بالعين ما أنا مشكله ما بيأثر ابدا. أوكي. ما بتعمل ولا اي حساسيه ولا شيء. اوكي خلينا نرجع نشوف مره الابلكيشن كيف بتتم. فاذا من يعني بنستخدمها المساء افضل مثل ما عم بتشوفوا بترسموا العين وعلى الحواجب
والحواجب كمان لانه شفت نتيجه الرموش. كان في عندي فرح بالحواجب حطيت كمان يوميا اوكي من هالشيء ولسه كذا فينا نصلح يعني هلا وقت صاروا يدرجوا الحواجب العراد فينا نصلح فيهم يعني نزيد مطرح ما كان في فرق 100% اوكي هيدا اللي انا حطيت وليد نتيجه. امتين منبين النتيجه زت لانا؟ انا بلشت اشوف نتيجه تقريبيا بعد 3 جمعة 4 جمعة بس انا برايي 4 جمعة اكيد راح كيفيه وبعدها نوقف شو بصير بيرجعوا بيقصروا بهروا شو انا بصراحه وقفت تقريبا 3 شهور وبعدين اللي تبلشت شوي كيف النتيجه اوكي ايه. ترجعي مره بالاسبوع بلشت عن جديد وكبروا عن جديد بعد جمعتين 3 طلعوا رمش اوكي فهذا شيء كمان باكد انه هن شيء ناتشورال يعني غذاء اليوم وقتها بتغذي الرمش وبتغذي شعره الحاجب وتوقفي لها الغذاء بعد 5 اشهر نورمالي يعني بدها يمكن تخف النتيجه مش هيك نحن بنرجع بنستخدم. اليوم الاخر من قبلكم اف اي جي عم بتكون مع كل وحده اف اي جي الثانيه فور فري بسعر جدا $50 لدو يعني $52 لفترات طويله يعني هو بيكفي 3 اشهر يمكن واكثر صح بكمل 3 اشهر اوكي موجود الاف اي جي من خلال اذا لابوتيك باوفر مميز كمان شوف موجود بالصيدليات اوكي وكمان فينا ناخد اغلى بالصيدليات سيم سيم كثير حلو شو طبخة اليوم في مشاوي عند استاذ بشارة رح ايه صح رح تتوجه الكاميرا لعند استاذ بشارة لنشوف كمان نتائج المشاوي ريحتهم كثير حلوة مع انه مش متبلين يعني بس يمكن هيدا لانه عم ينشوه بالطريقة الصحيحة عم بتكون ريحة حلوة وطيبة اكيد المذاق رح يكون اطيب ما فيني اقول غير وزعينك يا اليو اليوم اليو مش معنا ف اوكي هيدي هي اذا النتيجة للمشاوي الجبنة دابت استاذ بشارة عم نشوف اوكي رجعت حطيت غيرها طيب هلا بعد شوي بنرجع بنشوف انه ما في شيء بيلذي معقول تعملنا هيك مسحه بورقه الكلينكس لنشوف كمان كيف فينا نمسحها بسام انت معنا على الهواء فيك توجه تحيات للعائله للماما للتيتا اوكي يلا خلينا نشوف كيف فينا نمسح بشكل هين كمان هذا الشيء سهل انه ينعمل فهيك المعود على ماستر شيف معود على الوسائل السهله والعمليه والاسعار يلي عم بتكون جدا مدروسه هيدا الجبنه عم بتدوب ما احلاها والشباب بالدور حاملين الساندوتشز وخبزاتهم ليجوا دغري يلفوا عن جد يعني شو ما احترق عليها ما بيصير لها شيء ديان كفيلي سنتين فبننصحكم بانكم تختاروا من ماستر شيف او الراكلات او حتى نمبر 1 باربيكيو بالعالم اوكي فانا بدي اشكرك استاذ بشارة على وجودك معنا اليوم بو ويكند لإلك رح ننتقل لنحكي عن لابوراتوار اورتيس ودو برودوي من قبلون كمان موجود معي مسيو حليم بدوي حتى يخبرنا اكثر عن نتائج السيلوات وديتوكسين اهلا وسهلا فيك كيفك؟ تمام ماشي الحال شو رايك بالريحه؟ بتجنن اذا اكلتهم كلهم بدوبوا بالسيلوات هلا هو فات فري يعني الا الهوت دوكس يعني لانه عم بتدوب باللحمه الدهون واللحمه ديتوكسين لازم نجهز جسمنا دائما ولا بفترات معينه من السنه؟ لا هي اهميه الديتوكس انه الواحد لازم ياخده بطريقه روتينيه كل اشاك شانجمون دو سيزون يعني كل 3 اشهر لحتى يساعد جسمه انه يتخلص من التوكسينز اللي بيكونوا عم يتجمعوا مع الوقت داخل الجسم واذا بقيوا هذا شيء له كثير سايد افكت على صحته للانسان سريع الانسان بانه يحس يعني يسمع الكول تبع جسمه انه انت بحاجه تعمل شيء حاجه تنظف جسمك كثير ضروري انه الانسان يتعرف على جسمه بطريقه مضبوطه وصحيحه ويفهم الجسم شو بيكون عم يجرب يقول له وقت يكون عم بيعبي مي او وقت يكون عامل كونستيباسيون او دياري كثير مهم انه يعرف انه لازم ياخذ الاكسيون ويطلع التوكسينز لانه اذا بقيوا هول التوكسينز داخل الجسم
مع الوقت بيكون المشكله بتكون بسيطه، بتصير مشكله كثير عويصه. بتعرف انه فينا نعملها بالعكس، يعني وقت نجرب الديتوكسين بلش تفهم جسمنا، لما بنبلش نرتاح بنقول اه مزبوط، يعني كان عندي سموم متراكمه بجهاز الهضمي، بالدم يمكن، بالجسم، بالبشره، بالشعر، بكل شيء، صح؟ مزبوط. وانا بنصح كل شخص عم ياخذ الديتوكس ان بليس انه يقرا عن الموضوع ويتعرف على جسمه اكثر، هيك بيصير هو عم يعمل هالاكسبيرينس يفهم ليه عم بيصير معه هيك. صحيح. ونصيحه انه اي شخص عم ياخذ ديتوكس ما يتامل انه سموم صار لها عم تتراكم داخل جسمه سنوات، ما يفكر من اول نهار او جمعه انه رح يقدر يطلعها. بس ما ضروري ياخذ انينتين، بينطر للموسم الثاني. بينطر للموسم الثاني، وهيدا الشيء اذا هو بفوته هيدي الابيتود المنيحه على سيستم حياته يبلش يلمس النتائج مع الوقت، يعني كل مره رح تكون الاكسبيرينس اصبر. وبيجي سيلوات حتى ينحت الجسم من بعد 3 أسابيع من استخدامنا للديتوكس. مزبوط، السيلوات من بعد ما الديتوكس بيكون نظف الجسم وعمل له ريسيت، الجسم صار بيتقبل اكثر ريجيم اليمنتير، بيجي دور السيلوات، سيلوات بيشتغل على فيو تروا بلانت وبيشتغل على الدهون، ببطئ دخول السكر على الجسم، الجسم بيكون عنده وقت لحتى يحرق السكر وما يحوله لفات، يخزنه فات. بعدين في عنا رانديبري كمان ديوريتيك، وفي عنا الفينيو روج للسلوليت والبودورانج. صرت اسرع مني. انا بدي اتشكرك واهلا وسهلا فيك وبويكند لك. ما تنسوا مشاهدينا فيكم تختاروا هالدو برودوي من خلال البوتيك بسعر جدا ارخص بكثير من ما هو موجود بالصيدليات، ودائما عبر 79 100 225 7 8 9. بتسأل عن بوبي جو بمجموعة رائعة من الذهب والالماس، باب أول مثل ما بيقولوا جوهرجية، المازا في في اس، لا مخدوشة ولا مجروحة، ومع الشهادة بتثبت هيدا الشيء. خلينا نشوف أول شيء على الكاميرا الفيوجن اللي هي القلب مع السنسلين النازلين منها إضافة للنجمة، وكمان عم تشوفوا فيوجن ستار وفيوجن ايس يلي هن ديزاينز من قبل رياض عبده، طبعا تحت امضاء فيوجن جوريلي ومركزهم بالاشرفيه عند بوبي جو. كمان عم نشوف فاذا الشاشه بتوضح لنا الموديلات المختلفه من الذهب الابيض من الذهب الاصفر 18 كيرات، بتتوسطهم حبات الالماز يلي هن في في اس بسعر جدا رائع، لانه عن جد قدرنا نجيب سعر ما بتلاقوه ولا حتى عند بوبي جو لا هيدا السعر يلي عم نشوفه، السنسيل مع الباندنت مع حبة الالماس باسعار جدا رائعة. الديزاين التالي يلي هون موجود معنا على الهواء هن القلب مع نجمة بيت لحم، وانما النقطة المهمة لتشوفوا قديش الشغل بيكون متقون انه كيف ما بتبرم بتبرم معها النجمة حتى اللي ما يكون عندها شكل بشع في حال تحرك السنسيل. اختارون اليوم لحوا حالكم لهدياكم دايما عبر 79 100 225 7 8 9. منتقل لعند إلسي موتورز، وسارة صارت موجودة معنا حتى تخبرنا أكثر عن الأوفرز اللي موجودين بإلسي موتورز. أهلا وسهلا فيك سارة، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. تفضلي خبرينا. إلسي موتورز نحن الوكالة الحصريين تبع زوتي ودي اف ام لبنان، فرع الأساسي موجود على أوتوستراد الدولة، رقم التليفون 01 887 007. اوكي. فرع ثاني نهر ابراهيم ورقم التليفون 09 44937، وعندنا فرع كمان بمنطقه علي. نعم، اللي عم نشوفه معنا اليوم باستديو خبرينا عنها، يعني ما فينا نقول عنها فان، ما فينا نقول عنها سياره. W3 هي سياره بتميز فيها انه بتجي 7 ركاب، والشخص اللي بده يشتريها في سجلها باسمه الشخصي وفي سجلها باسم مؤسسه او شركه. اوكي. بتميز بمساحته الواسعه من ورا. 7 أشخاص بيقعدوا بالياحة، وفي حال مثلا كان عندنا نقل كبيرة أو شيء، المقاعد اللي ورا بيتسكروا بينضبوا بيوسع الصندوق. اوكي. زيادة بيجي دوبل أي سي من قدام ومن ورا لحال منفصلين عن بعض، في حال قاعدين ورا بدهم أي سي والقدام ما بده. اوكي. أون بليس بيجي بابين بيفتح، باب مالت اليمين وباب مالت الشمال، وهيدي شغلة مهمة كمان للتسجيل هلا، لازم يكون في بابين. اوكي. وكمان هيدي نقطة مدروسة يعني من قبلكم. نعم. أكيد. من قدام بيجي أكيد شباكين كهرباء. مرياته بيتحركوا على الكهرباء، بيجي في فوق لايتس في حال كان في ضباب على الطريق كمان. اوكي. فوق لايتس اكيد بيساعدوا الشوفير يقدر يقشع الطريق اكثر. مصروف البنزين؟ مبدئيا عم بيعمل بحدود ال 250 تقريبا بالتنكي. نعم. واكيد حسب السواقه، حسب عجقه السير، كل شيء بيرجع بياثر. اوكي، سهل انه يتسجل هيك فيكل. إيه؟ اكيد اكيد. أوكي. ما في اي مشكله. السعر هيدا سعر مدروس 14500 دولار، صح؟ 14500، صح. عم نحكي مع تسجيل، مع تبقى، مع كفاله اكيد، واهم شيء 3 سنين او 100000 كيلومتر. جريت. فاذا هيدا كان بالنسبه لهالسي موتورز، تصليح والصيانه والاكسسوارز وكل شيء موجود عندنا بالشركه. جريت.
فتصلوا فينا على 79100225789. خذوا عنوان مفصل لسي موتورز وزرونا. انا ساره بدي اتشكرك واهلا وسهلا فيكي. بعد عنا وقت صح؟ رح نحكي عن الديكونترال. فاذا الديكونترال اللي هو كريم مخصص لكل الناس اللي بتعاني من التكلس، الديكونترال اليوم واجباته بتكمن تجاه المفصل المصاب، مغاير جدا عن فكره انه لازم ناخذ كثير حبوب ولازم ناخذ فيتامينز حتى يصح مفصل الركبه. يعني وقت واحد بياخذ حبوب عبر الفم، الغذاء تبع هيدي الحبوب اكيد مفيده للجسم، وانا ما بتفيد الغضاريف كلها، بتفيد المفاصل كلها، ما بتروح بس على مفصل واحد الا اذا اخذنا علاجات رح تكلفنا كثير، ورح ناخذ كثير 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 ادويه وحبوب اضافيه على الحبوب يلي اصلا بيكون بيتناولها المريض خاصه بالسن المتقدم. بيجي الخلاص هو عن جد الديكونترال لانه بنعرف نحن وين هو المفصل المصاب، اي مفصل فيه تكلس، الركبه، اصابع اليدين، الرقبه، فقره معينه بسلسله الظهر، الورك، الكاحل، اصابع الرجلين، وباخذ ديكونترال وبدهنه بس على هيدا المفصل المصاب، بكون بعدت عن موضوع المعده، بكون بعدت عن مفهوم الحبوب والغذاء، ما بيضر انه واحد يبلش ياخذ حبوب لغذي مفاصله من عمر يعني صغير، بينما تكون في عند الحادثه واصبت فيها، ان كان من جراء وزن، ان كان من جراء اكسيدون، او بسبب تقدمنا بالعمر ونوعية الغضروف بتبلش تخف، ببطل فيها الليونة، ببطل فيها لزجة، اوقات بتنفتي، اوقات تنخزي، اوقات تدخل جراحي بسبب لها مشكلة، بصير عندي احتكاك للعظام على بعضهم، بصير عندي ألم عند الحركة، ضروري اختار الديكونترال اللي رح يجي يعبي الخلايا الغضروفية بالمواد الطبيعية انها ترجع تفرز حالة بحالة. موجود من خلال لابوتيك لاستخدام مفصل واحد باسبوع واحد رح تقدروا تحسوا بالنتيجة. رح ننتقل كمان لموضوع الباراميديكال، وانا ما هالمرة مع مسيرين مع محفوظ، اهلا وسهلا فيك، كيفك راين منيح؟ رح نحكي كمان عن موضوع ما بيقل اهميه عن موضوع أكيد الطب أكيد يعني هو الضغط. دراسات بوزاره الصحه انعملت طلع 25% من الشعب اللبناني معه ضغط، مش قليل، هي نسبه عالميا 15% بس بتعرف قد ايه نسبه عاليه بلبنان، ومش هون المشكله، المشكله نصهم ما انه عارفين انه عنده ضغط، يعني قد ما سرعنا نكتشف بكير انه معنا ضغط، فينا راجل جوع فيكون عايش معنا كل حياتنا. اوكي كيف بنتاكد انه الماشين فعلا هي الماشين المهمه او الاكوريت بما هي كعمر نمبر 1 وورلد وايد، وفيها في عندها اكثر من 150 مليون يوزر عالميا، هذا اللي باكد ثقه العالم فيها. نعم. وهي اللي اخترعت الماشينات الديجيتال. اوكي والسنسر يلي بقلبها متطور كثير، يعني درجة انه في انتليسنس تكنولوجي سنسر، يعني هي عم تنفخ الماشين بتلقى الضغط الواطي والعالي ودقات قلب ودغري بتعطي رجلتها، بدها تقريبا شي 20 ثانية فهي عم تنفخ وبتبلش تفحص. نعم مضبوط، ما بتحسي فيها. وحتى زيادة بتعطي اذا في اريتمي كاردياك، اذا في قطش بالقلب. اوكي شو بتعطيني؟ مثل تراكر حد بعض. طيب هيدا القطش بالقلب صاحبها ما بيكون حاسس فيه؟ ما بيكون حاسس فيها طرقات بالقلب، هيدا مع الوقت بتعمل له مشاكل بقلبه. فبس يعرف بتابع مع حكيمه وهيدا الشيء. ومش معقول تعطيني سينيال خاطئ؟ سينيال انه على القطش بالقلب؟ او ضغط غلط يعني؟ هلا في يرجع يعيد يرجع يتاكد بس بس هيدا مش موجودة اذا كانت البوزيشن تبعنا صحيحة. مزبوط. انا حبيت ادورها لنشوف الارقام تبعها قد ايه كبيرة وواضحة، لانه اوقات نقول اشياء ديجيتال بخافوا من الارقام الصغيرة صح؟ وبلانش بدي اقول مهم كثير يكون في مكنه بالبيت، يعني ما بينفع نروح ولا عند الجاره ولا ننزل على الفارماسي تنفحص، لانه الواحد اذا بده يشوف اذا عنده هايبرتنشن ريسك بده باول ما يوقع عنده ساعه يفحص فيها تشوف اذا هو معرض يكون معه ضغط. يعني عم لك في ناس بيكون ضغطهم 22 بس هن مش منتبهين، فاكرين مشاوبين او يعني بليز بليز كونوا دقيقين بخياركم يعني، وخاصه الامرن. هلا القاف لانها مواضيع الافراد. تفضل. عندك الام اي تي اليت بلس الماشين السوداء حقها 155 دولار. عم يطلع معها فور فري الويت سكيل ديجيتال. اوكي. الامرن مع ترمومتر ديجيتال. يعني ميزان للوزن وميزان للحراره. مزبوط. يعني هودي لوحدهم تقريبا حقهم 100,000. هو ببلش. عم يطلعوا فري معهم، يعني فيها تكون باكج للعيد. كثير حلوه. بين هذا مكان الضغط، بين هذا اوكي والام اي تي اليت بلس بتنوصل على بتنوصل على البي سي، بيجي معها مثل يو اس بي كيبل مع سدي، كيف الواحد بيعمل مانجمنت لضغطه. حتى الاطباء يعني المشاهدين اللي عم يحضرونا وهن بهذا الاختصاص حلو يكون عندهم بلاوة دائما قدامهم فيهم يبعثوا ريزلت للحكيم، هيك الحكيم بيعرف شو بده يوصف لهم. طيب انا بدي اتشكرك واهلا وسهلا فيك، ومشاهدينا كمان هون بنختم حلقه لابوتيك، انا بودعكم بتمنى لكم ويك اند رائع، بشوفكم الله.